اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه مع الاستاذ احمد داقيش وصانع المحتوى. هنتكلم معاه في ملفات مهمه جدا، لجنه الانضباط والعقوبات اللي تم تسريبها. مش هتكلم على صحتها او عدم صحتها، ولكن انعكاس ده ايه على الجماهير حتى لو المعلومه غير صحيحه. هنتكلم على التحكيم، هنتكلم على عقده امام عاشور اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا لدى البعض، استعراض اخطاء الحكام. بصوا ملفات مهمه جدا، ان شاء الله باذن الله الوقت يسعفنا عشان نتكلم فيها مع احمد داقيش. ابو حميد مساء الفل، منور الدنيا. مساء الفل استاذ محمد، ودايما مبسوط اني معاك يعني ومع اعزائي المشاهدين يعني. احنا اسعد بوجودك معانا، وانا عايز اقول لك بيبقى فيه ردود فعل ايجابيه، الناس بتسعد لما بتشوفك على شاشه قناه الاهلي. لا بجد مبسوط طبعا في قناه الاهلي، يعني ده الواحد بيت كل الاهلاويه، ده حقيقي يعني. وطبعا مبسوط حقيقي بجد ان مع حضرتك من يعني من اشد المتابعين والمحبين لحضرتك من سنين طويله الحقيقه. الله يخليك يعني. يا ابو حميد، طيب هبدا معاك بعقوبات لجنه الانضباط التي تم تسريبها، وحتى الان لم يتاكد احد اذا كانت صح ولا غلط، عشان ما نبنيش عليها برضو بالظبط ونتكلم ان هي صح. هو المشكله ان هي لغايه دلوقتي ما طلعتش بشكل رسمي. دي يعني المشكله. استاذ وليد عطار بيقول امبارح ان هو خلال الاسبوع الحالي هيتم الاعلان عنها رسميا. طيب يا استاذ وليد، هي العقوبات دي عن مباريات من اكتر من 5 شهور تصل لست شهور فيما يخص الزمالك والمصري. فاصلا اصل المشكله هو يعني البطء والتباطؤ في انفاذ العداله، يعني حتى اصلا ده شيء يعني نوع من انواع الظلم، يعني انت بتاخر حقي او استرداد حقي، ده شيء ظالم اصلا، ده من حيث المبدا. تاني حاجه انه حسب التسريبات اللي بنسمع عنها انه عقوبة جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك اللي دفع الحكم الرابع في مباراة الزمالك والمصري في صدره عاطف حسين. فأنت عقوبة الدفع طبقا للائحة اللي هنعرضها دلوقتي بالصورة معنا للجنة المسابقات الموجودة أصلا للحاج عامر حسين، المفروض اصلا كان يطبق القانون. هي صاحبة الاختصاص يعني. بصاحبة الاختصاص، صاحبة الشأن. هي والواقعة اللي شفناها في الواقعة دي، الواقعة دي يا جماعة في مباراة الزمالك والمصري. طبقا لنص اللائحة العقوبة 8 ماتشات و100 ألف جنيه. 8 مباريات و100 ألف جنيه. بالظبط. فإزاي نسمع إنه العقوبة هتخفض لستة؟ وده لسه أصلا قابلة للاستشكال عليها بالتظلم. بالظبط، في حالة ارتكاب، لا ده في حالة تانية، في صورة تانية اللي هي بتاعت أي دفع الحكم أو أحد المساعدين، دي هنرجعلها برضه في صورة تانية. أوكي. في حالة الدفع باليد للحكم. بالظبط. او احد مساعديه او احد مسؤولي لتنظيم المباراه، الايقاف 8 مباريات و100 الف جنيه. طب سؤال يا قيشو، مش دي لائحه المسابقات؟ بالظبط. طب ليه راحت للانضباط؟ هذا هو السؤال، وانا احيل يعني تذكرت واحنا على الهواء مش محضرها والله. احيل حضرتك لموسم 2017 2018 كان المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن حسام البدري ومساعده ايه الكابتن سيد معوض. الكابتن سيد معوض كان يعني راح حاول ان هو بس يحتك بالحكم محمود عاشور لو تفتكر. وكان وقتها برضه حسام عاشور شد كده ايد الحكم، حسام عاشور اخد طرد، فاصلا هو الكابتن سيد راح معترض، سيد معوض راح يعترض على الطرد ده. فمحاوله الاعتراض غير اللائق ده ودفع الحكم عوقب مباشره من نفس الحاج عامر حسين. العقوبه 8 ماتشات طلعت بعدها بيومين. ما هي مع الاهلي الحاجات سريعه. مع الاهلي بعدها بيومين. اقصى سرعه. احنا بنتكلم عن 6 شهور عن الواقعه بتاعه دفع جوزيه جوميز للحكم اللي هو عاطف حسين، ولغايه دلوقتي لجنه الانضباط. هو دي الفكره، انه المفروض اصلا الحاج جامع حسين بنفسه رئيس لجنه المسابقات يوقع العقوبه تلقائيا، لان دي حاجه موجود عليها نص عندك، نص لجنه المسابقات بيقول ان هو الدفع 8 مباريات. فنفاجئ انه يحول الكوره في ملعب لجنة الانضباط اللي بقى لها 6 شهور خايفة تصدر العقوبة أو عندها توازنات أو حسابات غريبة بتعملها عشان تخفض العقوبة بعد ترحيلها 6 شهور تخليها 6 مباريات. ده شيء يخالف اللائحة اللي عندنا. تاني حاجة برضو إنه إيقاف محمد الشيبي اللاعب اللي عمل مشاكل، طبعا الحمد لله الموضوع اتلم دلوقتي بالمصاحة الأخيرة بالزبط. بس احنا بنتكلم عن الواقعة إن هو بيقول إن إيقاف مباراتين بسبب ايه؟ بسبب اثاره الجماهير، ده الحاجه المسربه حاليا على السوشيال ميديا وعلى المواقع. انت عارف الشيبي عمل ايه؟ فاكر؟ اللي هو يعني موقفش في السلام الوطني. يعني لا هو وقف بس كده يعني ايه، انسحب مع قبل السلام، يعني قبل السلام بين اللعيبه. قبل السلام بين اللعيبه بالظبط. فدي هنرجع لها، بس الفكره فين؟ ان هو انت بتقول ان هو هنوقفه مباراتين بسبب اثاره الجماهير. اوكي، فانت اثاره الجماهير دي طبقا للائحه اللي هنرجع لها بقى دلوقتي في الصوره اللي احنا عرضناها الاول، هي العقوبه 4 مباريات. اربع مباريات انت بتقول اهو بالظبط.
في حاله ارتكاب اي فعل من شانه اثاره الجماهير الايقاف 4 مباريات والغرامه برضه 100,000 جنيه. طب ما القصه سهله، هي قيشو يعني 1 زائد 1 يساوي 2. واصلا من الحاج عامر حسين نفسه، من رئيس لجنه المسابقات نفسه من الاول. يعني دي في حقبه الحاج عامر، فالمفروض ان هو على طول يطبق القانون، ما يحولش الموضوع برضه لجنه الانضباط. دي حاجه. تاني حاجه ان انت في حاجات كده لما ايه بيحب يلحقها يطبق اللائحه عليها وهي مش طبعاً. بالظبط. وفي حاجات لما بيحب يبعد عنها يرمي على الانضباط. هو دي المشكله. والانضباط طول 6 شهور. والانضباط لما ترجع بعدها تقول لي انه ايقاف امام عاشور 4 مباريات عشان حث الكابتن حسين الشحات ان هو ما يسلمش على الشيبي، عشان الحث بس اللي هو ايه بالايه بالنيه اللي هو ما تسلمش عليه. طيب ماشي، انت في حاجه زي كده فين النص؟ يعني ما اي قانون في الدنيا صح. ما ينفعش انت تعاقبني بدون نص. انت بتقول انا عاقبته بناء على كذا كذا كذا، نص الماده كذا اللي بيقول وصف المشهد كان كذا. بالظبط، ده قالب به قانون. وانتوا اساتذه وقضاه على عيننا وعراسنا، قول لي بقى فين اللائحه. انا اتحدى اي حد في لجنه الانضباط يطلع لي العقوبه دي من ده. كل المتابعة. ده اذا كانت العقوبات دي اصلا صحيحه رسميه. طبعا احنا بنتكلم على يعني الاتحاد نفى. وعلى فكره ماشي، هو الاتحاد نفى، بس الفكره ان هو انت اصلا بقالنا 6 شهور كل فتره على فكره، واتقال برضو ان في اعضاء مجلس اداره اتعاقبوا ويقف شهرين وثلاثه وكلام من ده، ومفيش حاجه ظهرت. فاصلا انت حته ان احنا في جدل بقالنا 6 شهور على عقوبات، فده انت تتحمله. يعني انت كلجنه الانضباط واتحاد الكوره ولجانه تتحمل التباطؤ في انفاذ العداد اصلا. تاني حاجه، انت بس هنا في هنا مفارقه بقى. اتفضل. ان انت امام عاشور انت عشان بس بتقول ان هو قلت لحسين الشحات ما يسلمش على الشيبي عشان قول. طب بالنسبه للفعل اللي هو بتاع الشيبي لما مشي من السلام، هو الفعل طبيعي ان يبقى العقاب فيه اقوى من القول كده. فهو ده بقى التناقض. انت بتقول بقى ان انت الشيبي لما خرج وعمل اثاره للجماهير وكلام من ده، فانت هعاقبه 2 مباريات بدل 4، وعاقب امام عاشور 4 بدون اي لائحه. طب انت من وجهه نظرك بالونه اختبار؟ هو في بلالين كتير بصراحه يعني، وكل البلالين فرقعت يعني بصراحه. يعني حتى هو ناقص لعيب اهو بالظبط. ده هنا خرج من السلام ده. هو على فكره هو حضر بس عشان نضبط، بس عشان يكونوا. انا بسالك السؤال ده لان الناس كتير سالت عليه. لا هو حضر في لقطه السلام الوطني، هو حضر السلام الوطني. لكن في لحظه ما بين السلام وبين السلام اللعيبه من بعضها، تحرك اللعيبه عشان يسلموا على بعض، على طول خرج كده عشان ما يسلمش عشان حسين الشحات. فاللحظه دي انت لو عايز تعاقب على فكره ممكن ما تعاقبش على فكره، يعني مع الفارق طبعا. انا مش بقى بلاش اقول عشان ما حدش يقفل. في موقف للاعب كلنا بنحبه، لاعب شهير، لاعب مصري، وراح لاعب في حته ثانيه كده ما بيحبهاش وما سلمش وما تعاقبش. تمام، يعني اللي بالشاطر يفهموا. يعني الفارق شاسع، يعني دي ناس عندها لوائح ودي ناس شغاله. بس برضه الفارق شاسع في الفكر، ده ما سلمش ليه وده ما سلمش ليه. ماشي، ما طبعا طبعا، عشان انا ما حبيتش اقول بس عشان ايه الناس ما تقارنش الحياه. بس بتكلم هنا في اللوائح. مفيش هنا عقوبه، يا ولد مفيش هنا عقوبه، لكن للاسف احنا هنا عندنا الكيل بألف مكيال. هي مشكله العقوبات والقرارات دي هي اللي بتسخن السوشيال ميديا بسبب ان التاخير ده بيسبب ازمه في الوسط الرياضي؟ طبعا. احنا على فكره الناس يعني ازعم يعني الناس حتى كل المنافسين بيطالبوا بالعداله. انت وخد بالك، لو هو في يعني مثلا الدوري الانجليزي في اخطاء تحكيميه على كل الفرق، اللي بيريح وبيدي ثقه مع ان الاخطاء لحكام الانجليز من اكتر حكام اللي بيغلطوا، بس ايه الفكره؟ ان الاخطاء هنا وهنا أكيد. او انه مثلا لو في حصل حاجه بالنسبه لانضباطيه يعني بتلاقي الحاجه هنا وحاجه هنا. تمام، فهنا فكره العداله بتريح الجميع، لكن للاسف اللي بنشوفه ده في الكيل بمكيالين، وان انت تفصل عقوبات وتاصلا تاخرها. وانت كحاج عامر حسين من البدايه انت المفروض طلعت عقوبه ممثله على كابتن سيد معوض في 2017، بعدها بيومين ايقاف 8 ماتشات. هو ايه الفرق بين سيد معوض وجوزيه جوميز؟ هل ده عشان بيبقى مدرب الاهلي فنوقفه بعدها بيومين 8 ماتشات، ومدرب الزمالك نوقفه بعدها بست شهور نوقفه 6 ماتشات ونخاف العقوبه؟ خلينا عبد الفتاح، ايقاف ماتشين ليه؟ ده اذا حصلت اصلا فكره انه يتوقف، انا عايز افهمها. ما هو اللعيب لو اتطرد وخرج وقعد على الدكه، دي مسؤوليه المراقب. مسؤوليه المراقب بالظبط، والحكم الرابع. والحكم الرابع بالظبط. فهو المفروض هنا برضه، وعلى فكره برضه الان دورت برضه في اللائحه، يعني حضرتك وسع حضرتك سالتني السؤال ده، برضه دورت في اللائحه بالنسبه للائحه المسابقات، مش موجود ان اللاعب ما غادرش يبقى هو يتوقف من باتشيه. مش موجوده برضه، مش موجوده اصلا. انا متفاهم ان هو يتعاقب، انا متفاهم ان هو يتعاقب، بس انت برضه قول لي الدليل. يعني انت دايما تقول لي انت انا عاقبت ده بناء على كذا. وبعدين برضه هنا في حاجه، يعني دايما انا يعني كنا بنلاحظ انه امام عاشور، ادي احنا بنقول ان هو بلا نص
بتعاقبه. اربع ماتشات. طيب يا جماعه عندنا يعني الكابتن شيكابالا حاول الاعتداء او حاول ان هو يعمل مشاده مع الكابتن رامي ربيعه في مباراه السوبر المصري وعدت من غير حتى اي كلام، من غير اي تعليق. قبلها السوبر مباراه النهائي كاس مصر حصل اشارات خارجه منه ومن دونجا وعدت، مصر كلها شافتها. فمش معقول ان انت مع لاعبي الزمالك بتعمل مش شايف، وتيجي بقى مع لاعب، وفي لعيبه بالذات اللي جايين بقى من الزمالك، يعني ناخد بالنا كهربا كانوا حسب الكابتن شوبير كان بيتكلم ان هو عايزين يشطبوه يبطلوا كوره في احدى المواقف القديمه فعلا. بالظبط عايزين يبطلوا كوره، وبعدين تم تخفيضها من الشطب ل 12 مباراه، وبرده عقوبه مغلظه جدا. وعلى فكره انا بقول ان كهربا غلطان، انا مش من الناس اللي بتحب ايه يعني بس على قد العقوبه على قد بالظبط، بس بمنطق. مش انت تعاقبه 12 ماتش وتيجي مع امام عاشور نفس الفكره، ان لاعب جاي من الزمالك بشكل او باخر يعني يجي الاهلي، ودي فكره النقطه الثانيه بقى. طيب انا هسالك سؤال مهم جدا. هو القرارات دي اذا ما طلعتش زي ما قالوا يعني خلال اسبوع، تتوقع المجلس الجديد ممكن يكون ليه وضع او قرار في القصه دي، ولا يقول لك انا مش طرف؟ هو لو دخل المجلس الجديد وقال لك انا مش طرف خلاص بقى دور على المشكله. لا هو انت ما فيش حاجه اسمها انت مش طرف، يعني انت دلوقتي انت كاتحاد كوره عندك ميزانيه. الميزانيه دي حسب برضه ما بنسمع ان هم اصلا اتحاد الكوره الحالي مستلف سنتين قدام. مظبوط، من تمام؟ الفلوس بتاعت الفيفا. فانت الفلوس دي انت مش هينفع تستلف تاني. فاذا انت كل السلطات او الحلو والوحش انت بتاخده، مش انت قلت ورحت قدمت اوراقك لاتحاد الكوره وثقه الجمعيه العموميه عشان تدير الكوره في مصر. يبقى انت بتدير حتى لو ارث الاخرين مش مسؤوليتك انت، بس انت بتتحمل تبعات وجودك في المنصب ده وتتحمل انفاذ العداله. انت احنا مش اللي حملك المسؤوليه في تباطؤ القرار، مش قرارك انت. مظبوط. بس مجرد ما تستلم، لو ما طلعتش القرارات دي، هو حسب هو اصلا المفروض ان هو بيقول لازم الحاجات دي تطلع. لو ما طلعتش فانت تاني يوم على طول بعد استلامك تطلع القرارات دي بشكل واضح، ويبقى انت بتصفر عشان ما يجيش بعد كده. المفروض ما ينفعش جوزيه جوميز ده يزق الحكم، يبقى انت كده اي حد مدير فني يزق. الراجل سافر وحضر وشارك في مباريات ولعب وكسب وخسر والحقيقه عادي يعني. عموما ملف كان مهم جدا، ولسه عندنا ملفات ثانيه هنتكلم فيها، ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند مع ضيفنا اللي بالتاكيد بنتكلم معاه في موضوعات مهمه جدا، احمد داقيشو. ابو حميد، اخطاء الحكام في مباريات الاهلي وتحديدا في المباراه الاخيره امام البنك الاهلي، شفت المشهد ازاي بالارقام بالاحصائيات بالنتائج اللي احنا بنشوفها، مخالفات للقانون مخالفات للبروتوكول، السوشيال ميديا بترصد الموضوع ده ازاي؟ يعني الحقيقه في لغز غريب في مواجهات الاهلي والبنك الاهلي. لغز، احنا بنتكلم عن 9 مواجهات في الدوري، أربعة فوز الأهلي. ففي ندية غريبة خلاها الحكام، لأنه الأهلي تعثر مرة بالهزيمة الموسم اللي فات أمام البنك الأهلي 4-3 أكيد، وتعادل أربع مرات آخرهم الماتش الأخير. فإذا إحنا قدام 5 تعثرات، 4 منهم بفعل فاعل بفعل الحكام. فإذا الندية الظاهرة في مباريات الأهلي والبنك الأهلي سببها الحكام. احنا بنتكلم عن 4 مباريات اخرهم الماتش الاخير، بس احنا بنتكلم حتى من اول مباراه، حرفيا اول مباراه للاهلي والبنك الاهلي مباراه 2020 2021، والغاء هدف صحيح لايمن اشرف، ادعوا ان هو ده فيه قفز على الخصم، وكل الخبراء سواء خبراء مصريين او اجانب اجمعوا ان هو لا، ده التحام عادي ومفيش اي مشكله واللقطه سليمه. وعلى فكره في نفس المباراه في ناس مش واخدين بالها ان في ضربه جزاء في المباراه، لمسه يد على احد لاعبي البنك الاهلي. فاذا الاهلي ظلم في مباراه، يعني في لقطتين في المباراه دي، الغاء هدف ايمن اشرف ولمسه يد، كان كوره كده مع قفشه واحد اللاعبي في صوره ثانيه موجوده معانا في نفس المباراه على فكره، هتلاقي لمسه يد على احد لاعبي البنك في المباراه دي، وكان الحكم مين؟ حكم الساحه ميدو سلامه، وحكم الفار عمرو الشناوي. وكان بقى بيحصل مكافاه اهو، لمسه يد موجوده، ودي اللي اكد عليها الكابتن جمال حمودي اللي هو الخبير الجزائري التحكيمي. ونفس قلنا كده، قلنا ان الحكم الساحه مين؟ حكم الساحه عمرو سلامه، اللي هو قصدي محمد سلامه، اللي هو ميدو سلامه. بالظبط، حكم منطقه بورسعيد. بالظبط، ده وكانهم بقى بيكافئوه، تعالى الموسم اللي بعده يبقى انت حكم فار لمباراه الاهلي والبنك الاهلي اللي هي موسم 21 22،
وعشان يستدعي الحكم أمين عمر ويلغي هدف صحيح لمحمود وحيد بداعي ان الكرة متحركة واصلا ملوش ان هو يتدخل في حاجة زي كده. وطلع الكابتن عصام فتحي وقال ده روح البروتوكول. يعني عشان مفيش حاجه اسمها ان استئناف اللعب مش موجوده. البروتوكول بتاع الفار ينص عليه ان هو يتراجع ويتبص عليه يعني. ودي بقى ايه هناخدها في اخر ماتش حصل يعني. بس برضو نعدي بالتاريخ كده يعني ان خد بالك احنا كل مره اختراع حاجه اسمها كل مره في لقطه. كل مره في لقطه. الماتش اللي بعده الماتش اللي فات الموسم اللي فات يعني 23/24 بيتكلم انه الدور الاول برضو ماتش الهزيمه للنادي الاهلي كان في هدف او في ضربه جزاء لم تحتسب نادي الاهلي لمسه يد على ايمن اشرف كانت حاله في منتهى الوضوح. الكابتن محمد او محمود البنا قال لك ده ايده جنبه اهي اللعبه وزي ما احنا شايفينها ايده شارع يعني بعيده بالزبط. جدا عنه. فاذا اللقطه دي ضربه جزاء بلا اي شك ده ما اتعملش عليها تشيك فار وقال لك وقتها تسلل بالظبط يعني أنا بقى خرج بره دي وقال لك تسلل بالظبط. الافتكاسات بقى دي الافتكاسات دليل كذب الافتكاسه دي يا استاذ محمد اللقطه الصوره اللي معانا بقى اللي بعد كده الهدف الثالث للبنك الاهلي في نفس المباراه هدف عشان برضو الناس اللي برضو خد بالك المباراه الموسم نفس الموسم ده أهي. بص اللقطه دي اللقطه دي لقطه الهدف الثالث على فكره مش واضحه خالص رجل مثلا مودست ده مودست رجل مودست فين ولا في اي حاجه انا ما اقدرش احكم على فكره فين الخط الازرق وخط الاحمر مش شايف مش باينه بمنتهى الامانه مش شايف بجد بس الحكم عمرو الشناوي قال لك لا ده كان محمد الحنفي الحكم محمد الحنفي قال لك ان هو الخطوط اترسمت وانا شايف ان دي يعني هدف سليم تمام ماشي يا كابتن محمد يا حنفي انت شايف ان ده هدف سليم وما حسبتش ضربه جزاء الاهلي فنفس المباراه بعد كده المباراه الدور الثاني تم الغاء هدف بقى لنادي البنك الاهلي وحصل عليها جدل وده فين الخطوط واصلا كانت الكوره كان امين عمر وقتها تفتكر الحكم وما كانش اصلا في فاول في اللقطه دي عشان الناس اللي بتتكلم على الجدل يعني اخر مباراه معانا مباراه الاخيره اللي احنا يعني تعثرنا فيها كان الهدف الصحيح الملغي لرامي ربيعه واللي كل الخبراء سواء يعني حتى انجليز حتى يعني قالوا ان هو الهدف ده سليم وزي ما حضرتك قلت ان الخبير الاول في تقنيه الفار على مستوى العالم كله قال لي الكره دي هدف شوف بقى سبحان الله انا ما كنتش عارف المعلومه اللي قلتها دي احنا جايبين بقى في الصور نفس اللي هو بيقول ده بالظبط هو شرحها كده بالظبط قال لك اللعيب استحوذ على الكوره ومحدش كان بيزحمه ومشي بيها خطوتين ثلاثه اتنين ثلاثه متر وبيبدا كونتر اتاك بهجمه بيطلع الكوره دي لعبه جديده ده عايزين بس نعمل ريسيت يعني نعرضه في ريسيت طبقا للبروتوكول نعرضه بالصور لو يعني لو نسمح مع بعض كده هنلاقي ان في صوره من الست يارد ادي الصوره الاولى أهي. من الست يارد ادي واخر الكوره من الست يارد وكمل ثلاث خطوات لغايه ما حصل الضغط عليه وحصل التشتيت اللي هو عمله بالظبط فاذا في اهو يعني في يعني لو عدت يحيى عطية الله وراحت للاعب بالبنك الاهلي وانفرد بمرمى مصطفى شوبير مش هجمه دي؟ بالظبط لعبه جديده ولا مش لعبه جديده؟ لعبه جديده الموضوع منتهي الموضوع ما فيهوش وجهه نظر يعني للاسف اللي يخليك بقى مستغرب ان الحكام اللي المفروض دارسه والمفروض في محاضرين موجودين وفي لجنه موجوده وفي محاضر فيفا تامر دري محاضر في الاتحاد الدولي بالظبط ازاي الحاجات دي مع الحكام مش فاهمينها ومش عارفينها ولما يقولوا اصل الحكام دي كانت بعيده فمرجعينهم طب انتوا مرجعينهم عشان هم كويسين فكانوا بيتعرضوا لظلم ولا هم اصلا كانوا بعيد عشان يستحقوا ان هم يكونوا بعيد بالظبط كده هو الكابتن محمد الحنفي كان بقاله اكتر من 500 يوم بعيد عن اداره كحكم ساحه للنادي الاهلي والحكم اللي هو محمد علاء هاشم ما شفناهوش بقالنا برده فتره طويله جدا كحكم فار ما محكمش ابدا وتيجي انت تختبره في ماتش زي كده وما ينفعش يحكم في الدوري مش مع اللايسنس بتاع الصفاره ان يصفر في الدوري وكان احنا ايه بنجرب في الاهلي وكان احنا بنعوض البنك الاهلي اللي اتظلم في ماتش يعني الحكم محمد عادل ماتش الزمالك واحتساب ضربه جزاء هو اصلا مش مقتنع بيها اصلا والتسجيل الشهير بتاعه وانت النهارده تيجي بقى تصالح البنك الاهلي على حسابنا مش معقول بصراحه اللي بيحصل ده انت كل مباراه احنا بنتكلم من موسمين بنتكلم مخالفه بروتوكول الفار في تدخل غير صحيح في الغاء هدف محمود وحيد والموسم الحالي التدخل بالغاء هدف على لمسه يد وده اصلا بناء الهجمه بناء صحيح ما فيهوش اي مخالفه للوائح الفيفا ابو حميد هي الفكره اديني حقي بالزبط. يعني اللي حصل في ماتش الزمالك والمحله اتطبق بالقانون صح النادي خد حقه لما المحله ما تمش احتوائها طيب بالظبط كده فكره انه انت في اول دقيقه في حاله تدخل عنيف من الستارز في وجه احمد عبد الرحيم ايشو انت خلاص الموضوع منتهي ان اللقطه دي طبعا اصلا يعني هو يعاتب اصلا الحكم محمود بسيوني بالنسبه لي ان هو ما حسبهاش من الاول ضرب مركز في اول 30 ثانيه بالظبط انت المفروض انت على طول انت حاجه زي كده مش محتاج الفار يقول لك والحكم الرابع شايفها بالظبط المفروض يعني احنا هو في قناه الاهلي بنقول طرد مستحق 100%
ما قلناش ليه، اخو بالك مع انه كابتن احمد عيد راجل زملكاوي وهو على فكره واخد انذار عشان بيعترض عليها. فانت احنا ما قلناش ان هو ده معاه حق وان هو مثلا ده يستحق مثلا انذار ولا حاجه، لا طرد مستحق 100%. السؤال انت هنا كحكم، حكم محمود بسيوني، طبقت القانون بلا اي احتواء، بلا اي ان هو، وبعدين حتى في الشوط الثاني احتسب ضربه جزاء النتيجه 2-0 والمحله متاخره ومنقوصه لاعب، ورغم كده طبق القانون. بتيجوا انتوا في ماتشات الاهلي، الاهلي فايز 5 او فايز حتى 3، على فكره ماتش 5 لسه كان فايز 3 على الزمالك، والحكم محمد عادل يقول لك دي مرحله اداره المباراه، ويشوف ابو جبل يقول له انت عايز تخلص المباراه كام يا كابتن، ويعديها عادي وكانه ما سمعش حاجه. يشوف طارق حامد وهو بيسحب لعيبه الزمالك عشان ينسحبوا وما عملش حاجه، يشوف زيزو وهو داخل يشيل قفشه وما عملش اي حاجه، يشوف تجاوزات وفاولات من كذا لاعب من نادي الزمالك وما عملش اي حاجه. فاحنا يا جماعه لو بنطالب بالعداله بنطالب فعلا بالعداله على الجميع. انا اتحدى ان لو في اي موسم اتطبق فيه العداله التحكيميه الكامله على النادي الاهلي وباقي الفرق في اخر 10 سنين من وقت ما احنا اصلا حسمنا الدوري، يعني ثمان مواسم متتاليه من 2004 لغايه 2014 وخسرناه بعد ثمان مواسم في 2015. اتحدى من الموسم ده ولغايه الموسم ده الحالي بنتكلم في 10 مواسم لو في عداله تحكيميه، لو حكام اجانب وفي فار، الاهلي وحاسبون على الكلمه دي مش هيخسر ولا موسم. ولا موسم. ولا موسم من العشره مع الثمانيه. اقسم بالله العظيم يمين وحسن بيه عليه قدام ربنا انه الاهلي لو في عداله تحكيميه كامله كان هياخد حقه وكان هياخد 18 موسم على التوالي. استنى بس الاول اصبر. ماتش الزمالك والمحله احنا شفنا فيديوهات وشفنا تعليقات وشفنا هتافات. اه طبعا. واخر قرار كان صدر من الاتحاد كان فيه غرامه ولفت نظر، رغم ان العقوبه اللي توقعت قبل كده على الجماهير كان برضو فيها لفت نظر. لفت النظر اتكرر مره واثنين، وكان في سباب وكان في خروج عن النص في ماتش امبارح ضد لاعبي النادي الاهلي. هل سنرى قرارات وعقوبات في الساعات اللي جايه، ولا هتستنى المجلس الجديد، ولا هتختفي، ولا هتروح فين؟ دي نقطه اعتقد برضو الناس محتاجين نتكلم فيها ونسال فيها المسؤولين في الاتحاد، لان امبارح الفيديوهات كانت ماليه السوشيال ميديا يا ابو حميد. بالظبط. وعلى فكره لو نربط ده باللي حصل الموسم اللي فات، الموسم اللي فات برضو حصل مجامله يعني فادحه وفاضحه يعني لاتحاد الكوره ورابطه الانديه. ليه؟ لانه اللائحه بتقول ايه برضو باللوائح، يمكن مش معانا اللائحه بس اللي يرجعوا للائحه، بتقول انه في حاله تكرار السباب ده لثالث مره فيعاقب الجمهور الفريق اللي المفروض يصدر العقوبه ده بان انت تحرمه من الحضور مباراتين. صح. ده اللي حصل امتى بقى؟ في ماتش الزمالك والمصري، كانت ثالث مباراه، كان الاولى كانت قدام الاسماعيلي، الثانيه قدام بيراميدز، الثالثه ثابته قدام المصري. ايه اللي حصل من رابطه الانديه ومن الحاج عامر حسين المتهم ان هو بيجام النادي الاهلي وبيظلم نادي الزمالك؟ اللي حصل ان تم الطرمخة على العقوبه دي واتحطت بالمخالفه للائحه، اتعاقب الزمالك ماديا بعد السباب قدام النادي المصري، وما اتعاقبش عشان كان في بعدها ماتش فاركو ماشي الاهلي. هو اذا طبقوا القانون اللوائح لا يبقى في تعصب ولا في شغل لجان سوشيال ميديا ولا الكلام اللي احنا بنشوفه للاسف، واحنا اصلا يعني متضايقين من ان احنا بنشوف حاجات زي كده ما بين الجماهير. طب اروح معاك برضو النقطة مهمه جدا سريعه عشان الوقت بيخلص معاك بسرعه. قرعه كاس العالم. فخر انك موجود مع الريال، مع السيتي، مع البايرن، ممكن تكون في مواجهه مع ميسي في اللقاء الافتتاحي انتر ميامي. شايف القرعه ازاي؟ وتتوقعاتك مين ممكن يكون مع الاهلي في المجموعه؟ طبعا يعني بشكرك يعني حضرتك انفردت على بالخبر ده، والقرعه صعبه طبعا ان الاهلي في التصنيف الثالث. التصنيف الثالث عشان اعتبارات بالنسبه للفيفا، القوه بتاعه دوري الابطال، وبرضه على فكره هم حاطين اعتبار شويه لبطل اللي هو الليبرتادوريس، وطبعا على فكره المكافاه يا جماعه 23 مليون يعني الفايز بياخد 23 مليون يورو، دوري الابطال اللي بيكسب بياخد 4 مليون يورو. بالظبط. 4 مليون دولار كمان. بص الفرق. الفرق بالنسبه للناس دي بتاخد عوائد ماليه. فطبعا احنا محتمل نروح في مواجهه ريال مدريد، مواجهه مان سيتي، ده بالنسبه للتصنيف الاول. التصنيف الثاني دورتموند مثلا موجود برضو من الفرق، تشيلسي. بالظبط. احنا عندنا فرق قويه جدا. التصنيف الرابع انتر ميامي، ممكن ربما يعني واجهه ميسي وفرقه هتبقى صعبه جدا.
لكن اتمنى يكون برضه فلومينينسي مثلا، احنا ممكن نواجه فلومينينسي البرازيلي في التصنيف الاول، دي ممكن من اسهل الفرق التصنيف الاول. ثاني سالزبورج تقريبا في التصنيف الثاني، والتصنيف الرابع يبقى مثلا اوكلاند سيتي. على الشاشه الفيفا اعلنها النهارده بشكل رسمي تاكيدا اللي احنا اعلناه بالامس. فاحنا لو اقوى فريق طبعا انت بتتكلم على يعني السيتي دلوقتي حاليا، او مش حاليا بصراحه بس بالنسبه للقوه الله اعلم بقى هيكمل ايه الموسم ده. فرقتين من اوروبا ولا فرقه من اوروبا وفرقه امريكا الجنوبيه؟ يعني هما يعني بالنسبه للفرقه هو حسب اللوائح ايه، هو اللائحه هتبقى اوروبا عادي، لكن امريكا الجنوبيه ما ينفعش يقرر فرقتين في نفس المجموعه. بالظبط، لا هو ممكن يعني اتمنى طبعا ما يكونش في فرقتين من اوروبا، يعني تبقى فرقه من اوروبا وفرقه امريكا الجنوبيه عشان ما نقعش في فرقتين من اوروبا، حرام بصراحه. هنبقى مع ان احنا ممكن نقول احنا ممكن نطمع بمواجهات يعني عالميه، لكن احنا عندنا طموح، احنا طبعا هيصعد الثاني يعني اول وثاني، فانت يعني بالورق والقلم انت عندك فرصه في الثاني، فاحنا ما نتمناش احنا نواجه فرقتين من اوروبا. يعني وقتنا يجري معاك بسرعه، وانت عندك كذا توبيك نتكلم فيه، بس معلش نعوض ده في الاسابيع اللي جايه. بس هناخد المشاركات، احنا طرحنا سؤال مهم جدا سالناه لاحمد قيشو، وبرضه سالناه لكل الساده المشاهدين قبل بدايه البرنامج، توقعاتك لمجموعه الاهلي بعد ما تم الكشف عن تصنيف الانديه بالنسبه لقرعه يوم الخميس اللي هتقام باذن الله في مدينه ميامي بولايه فلوريدا. تعال نشوف مع بعض كده تعليقات الناس على السؤال اللي طرحناه. امير بيقول الريفر، سالزبورج، الاهلي، ميامي، انتر ميامي. ماشي، الريفر مش سهل برضه على فكره. طبعا فلومينينسي، الانتر، الاهلي، العين. ماشي، حل. الهلال مش هيكون مع الاهلي، ان الاهلي والهلال في التصنيف الثالث. استاذ محمود بيقول مساء الخير عليك يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك، تحياتي لشخصك الكريم. توقع لمجموعه الاهلي، الاهلي مع بايرن ميونخ وتشيلسي والعين الاماراتي. ليه كده طيب يا راجل؟ ماشي اوكي. حازم بيقول ريفر بليت الارجنتيني، بروسيا دورتموند الالماني، الاهلي المصري، باتشوكا المكسيكي. هي قرعه ناريه كده كده. امجد بيقول باريس سان جيرمان، بنفيكا، والاهلي، واوكلاند سيتي. اول مواجهه مع اوكلاند سيتي ده حلو قوي. حسام بيقول بالميراس، اتلتيكو مدريد، الاهلي، باتشوكا. اوكي، مواجهه الاتليتي. ماشي. محمد الشحات بيقول الاهلي، اتلتيكو مدريد، فلومينينسي، واوكلاند سيتي، وكنت اتوقع فريق عربي بدل فلومينينسي او اوكلاند سيتي. لا صعب فريق عربي، لان العين موجود مع نفس او الهلال موجود العين في الرابع. بالظبط. سيف بيقول الاهلي، السيتي، بورتو، اوكلاند. والله يا جماعه يعني ربنا يستر نشوف مجموعه ايجابيه وجيده وتساعد وتساهم الاهلي في التاهل باذن الله للادوار التاليه. ابو حميد انا بشكرك، نورتني وشرفتني. انا مبسوط معاكم ومع جمهور النادي الاهلي، شكرا جدا ليك. شكرا جزيلا. فقره حواريه مهمه جدا، شفنا السوشيال ميديا بتفكر ازاي، والاطروحات اللي بتتقال على السوشيال ميديا بالنسبه لبعض القضايا اللي بتمس النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي و كل ما يتعلق بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا يتجدد اللقاء في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.